في دوري هذا الموسم تطغى على مباريات الزمالك شخصية البطل، حامل لقب الدوري يدافع عن لقبه في كل مباراة يخوضها، ولأنه البطل مبارياته حافلة بالإثارة، يقاتل حتى الرمق الأخير، هدفه الانتصار من أجل إسعاد الجماهير. المباراة الأخيرة أمام إيستر كومباني خير دليل، هدف زيزو أطلق فرحة الجماهير لتحتفل بالصدارة مع حامل لقب الدوري، البطولة التي تعتبرها الجماهير أفضل تعويض، طريق البطل للحفاظ على اللقب ومعه البقاء في الصدارة سيمر بالعقبات، لكن الزمالك قادر على صنع المستحيلات بشخصية البطل وتوالي الانتصارات. سيبقى اللقب في ميت عقبة بعدما نجح فييريرا مع الزمالك في فترة وجيزة في استعادة ذاكرة الانتصارات، والأهم استعادة الثقة والشخصية، ومباراة إن باختبار صعب، لكن كتيبة الزمالك قادرة على تأكيد التفوق وحصد النقاط الثلاثة للاستمرار على القمة في ضربة بداية الدور الثاني من الدوري، والجماهير في انتظار الظهور الجديد لشخصية البطل أمام إن بالعنيد.